النقاط الاهلي في كل مكان. طمنا على مران الفريق النهارده واستئنافه للتدريبات وكمان ابرز الملامح اللي شفتها قدامك خلال التدريبات ايه يا شريف؟ خليني اقول لك طبعا بعد اجازه لمده 24 ساعه النهارده بيستأنف الاهلي تدريباته في الخامسه مساء طبعا استعدادا لمباراه كان سبورت بطل فريق غينيا يوم 14 سبتمبر باذن الله. السفر هيكون يوم فجر يوم 11 سبتمبر باذن الله. طبعا الرحله طويله جدا حوالي 12 ساعه طيران، ده هيبقى فيها ترانزيت. فطبعا لاعبي النادي الاهلي واخدين على الشقه زي ما بيقولوا كده في افريقيا وتقال افريقيا. هي بس هتبقى رحله جديده بالنسبه للجهاز الانساني الجديد طبعا، بس باذن الله هيتعود على هذه الاجواء. خليني اقول لك ان الحضور بيبقى بدري جدا للجهاز الفني، جهاز حريص مستر بايرن يكون موجود هو وجهازه بدري، يمكن التمرين بيبقى الساعه 5 المفروض يبقى الحضور قبلها بساعه ساعه ونص، بتلاقي الجهاز الفني موجود من الساعه 12 الظهر. والله بيقعد مع الجهاز كله بيجي بدري وبيقعدوا بيناقشوا الفتره المقبله، بيتفرجوا على مباريات فريق كان سبورت، جايبين حجر الظروف، عاوزين يلموا اكبر قدر من على المنافس، عاوزين يعرفوا امكانيات لاعبتهم اكبر قدر. المده بيحاول يستغلها، بيستغل كل يوم، بيستغل كل ساعه عشان يتعرف اكثر على لاعبي النادي الاهلي. انا مش معنى اللي بقول كده هو يا جماعه بقوا يعني عشان برضه الناس اللي بدات تنتقد والكلام ده، احنا ما بنقولش الكلام ده عشان خاطر نقول الراجل بيعمل الخير، الراجل بيعمل الصح، الراجل عاوز يتعرف على امكانيات لعيبته فبيجي بدري، فاحنا بننقل الصوره، ما بنجملش في صوره الراجل او بنوحش في صوره الراجل، احنا بنقول اللي بيحصل، الراجل بيجي بدري، لازم اقول الراجل بيجي بدري، الراجل بيدرس كل كبيره وصغيره على فريق الاهلي هيلعبه، لازم اقول بنقل الصوره اللي بتحصل ما بقولش حاجه. طبعا طبعا ده دورك طبعا يا شريف طبعا، اتفضل. تمام. النهارده الخبر مفرح لجماهير النادي الاهلي، انتظام اللاعب محمود وحيد طبعا باك ليفت النادي الاهلي النهارده بيشارك في المباراه او في المران بشكل طبيعي جدا. النهارده شغل تكتيك المباراه بدا يبان، الراجل بدا يشتغل تكتيك المباراه خلاص، بدا يجيب خط الدفاع وخط الوسط ويشتغل التكتيك بتاعهم، الاختراقات ازاي يحافظ على عدم الاختراقات، ازاي الكور العرضيه، بدا يشتغل النهارده بالدفاع وسط الملعب، بدا يشتغل النهارده بعد هذه المجموعه بالوسط الملعب الهجومي والفراوده، خلاص بدا الجهاز الفني يشتغل في المباراة المقبلة، بدأ يضع يده على التشكيل، ممكن نلاقي تغييرات في التشكيل وارد، ممكن تلاقي مراكز عبء متغيرة وارد. اللي أنا شايفه النهاردة في التكتيك الراجل بيجرب هنا وبيعمل هنا، مش عارف طبعا أقول أسماء عشان ما أعرفش المنافس أي حاجة أو أعرف الفرق الأخرى في الدوري المصري. الراجل بدأ يفكر، بدأ يحاول يغير مراكز لعيبة، يجرب النهاردة بيجرب بيشوف أكثر من لاعب في كذا مركز، بيجرب بيشوف هو بيتعرف شخصيا على هذه اللعيبه في الملعب النهارده في التكتيك. فبطمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي ان النهارده بدا الجهاز الفني في العمل او الاستعداد بالفعل لمباراه كانو سبورت يوم 14 بالتكتيك النهارده. طيب شريف التأهيل اكمل. طب اتفضل. التأهيل المستمر لمحمد محمود، لسعد الشمير، لكريم نبي، والمفرح النهارده ان رامي ربيعه بدا النهارده يجري، بدا النهارده يبقى السبرنت بتاعه اعلى شويه. على كده المده بتاعه الثلاث اسابيع مش هتبقى فيها ثلاث اسابيع، بتتكلم باذن الله بشكل عام اسبوع 10 ايام كتير جدا، يعني باذن الله هيكون جاهز لمباراه السوبر باذن الله. خليني اقول لك تجربه الحراس ولا اقوى ولا اجمل، الشناوي، اكرامي، علي لطفي، احمد طارق، تمرينه قويه جدا مع مدرب الحراس. فطمنك سمير امير باذن الله يكون الاجواء كلها مبشره بخير، الراجل بيشتغل، الجهاز كله بيشتغل، مدير الكوره بيشتغل، اجتماعات، محاضرات مع اللاعبين، باذن الله يكون القادم افضل، باذن الله يكون الانتصار الفتره القادمه هي عنوان النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. شريف، فيما يتعلق بالمباراه الوديه، هل هيبقى في مباراه وديه ولا الموضوع مش مطروح اصلا دلوقتي لضيق الوقت؟ قول لنا يعني، وضح لنا الصوره. يعني الشكل العام بيقول مفيش مباراه وديه. ممكن بقى هو يجرب حاجه في دماغه، ممكن يعني نلاقي حاجه ثانيه، ممكن تلاقي مثلا فرقه شباب، ممكن وارد يعني، ممكن تلاقي وارد يعني. هو بس الشكل اللي عنده مفيش مباراه وديه النهارده السبت، كان خلاص حد واثنين وثلاث، السفر هيبقى الثلاث بالليل، فما افتكرش الحقيقه مباراه وديه، ولكن هو حاطط نظام هيتفادى به هذه المباراه. عاجبني فكره وعاجبني الشغل اللي بيشتغله، وراجل واقعي جدا، فباذن الله يكون التوفيق حالفه باذن الله في اول مباراه عشان يقدم نفسه لجمهور النادي الاهلي باذن الله. التقسيمه بتبقى احد رقائن المران الاساسيه يا شريف حتى اليوم؟ النهارده اشتغل بعد التمرينات، اشتغل تكتيك على طول،
عملش تقسيمات، لسه التكتيك شغال. الاول خد خط الدفاع بالكامل، خط الوسط المدافع بالكامل، وبدا يشتغل تكتيك معاهم بالظبط. كل جمل المباراه وشغالها، بدا يجرب مين يلعب بكراي، طب احط شويه محمد هاني شويه، طب احط حد ثالث اجربه في البكراي، طب احط حد ثاني اجربه في الارتباك. بدا يجرب في الخط الدفاع وخط الوسط الدفاعي. بعد هذه المجموعه بدا يشتغل على المجموعه الاماميه، خط الوسط الهجومي والمهاجمين، مين اللي ممكن يلعب هنا، مين اللي ممكن يغير هنا. هو الراجل بيجرب، الراجل بيشوف. فالراجل بعد هذه التمارين التكتيك هيبدا يعمل تقسيمه كبيره، ويبدا بقى الحاجات اللي حفظها النهارده لعيبه النادي الاهلي في التكتيك علشان يطبقوها بشكل عملي في التقسيمه الكبيره اللي هي تبقى اشرح في المباراه. اللعيب اللي هيطبق، اللعيب اللي هينفذ تعليماته هتلاقيه موجود. اللعيب اللي مش هيطبق او اللعيب اللي ممكن يتاخر في تنفيذ تعليماته هتلاقيه على الدكه الاحتياطي او خارج ال 18. مده التمرين مع مستر فايلر بتبقى حوالي قد ايه يا شريف؟ حوالي ساعتين، ساعتين وربع. يعني لحد دلوقتي التمرين لسه ما خلصش. التمرين بدا في الخامسه ويمكن شغال، بنتكلم في حوالي نصف ساعه. هو ناقص على اللي انا شايفه او متابعه الفتره الاخيره خمس دقائق على التكتيك، وبعد كده هتلاقي اخر نص ساعه التقسيمه الكبيره واللي هتلاقيه بيوقفها وبيدي تعليمات وبيبقى حريص ان هو يصلح اخطاء اللاعبين اول باول. طيب اخيرا عايز اعرف منك برنامج الفريق لحد موعد السفر ان شاء الله. باذن الله بكره تمرين في الخامسه، الاحد والاثنين في الخامسه، لسه يوم الثلاث لسه ما خدناش من الجهاز الاداري هيكون التمرين صباحا ولا لا. رينج سفر هيكون بالليل الساعه 2 او 3 بالليل. هنعرف طبعا يوم الاثنين تمرين الثلاث تبقى صباحا ولا هتبقى مساء، بس الشكل اللي هنقعد بيقول هتبقى تمرين صباحا. تمام، انا بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي قال لنا كل ما هو جديد يخص الفريق.